خرجنا اليوم نطالب بعلاج سواء بالداخل أو بالخارج. فإذا كان علاجنا بالداخل مطلبنا الوحيد إنشاء مركز علاج طبيعي مكثف كما أشار إلى دكتور الأعصاب المتواجد داخل تعز والمسؤول علينا. وإن كان بالخارج يريد أن يسفروا لنا أي قرية يحتاج سفر إلى الخارج يسفر به، والاهتمام وعدم الإهمال والتعسف. نحن من جرحى الشلال نعاني من إهمال كبير داخل المحافظة، يعني إهمال لا يعني لا تصوروا عقل لنا من يعني 9/9/2015 ونحن لم نتلقى سفر للخارج نتعالج، وتقاريرنا كلها تتكلم على أساس أن الشخص هذا الجريح هذا يحتاج أنه يسافر يتعالج بالخارج. عندنا جرحى يعني من كثر القروح الذي بأجسامهم تعفنت وبسقوا أرجلهم ورجموا بهم بالمستشفيات. لا يتوفر لدينا مراكز تأهيل للي يحتاجوا تأهيل داخل مدينة تعز. معانا مراكز بإمكانيات صحيحة وما تكملش أو ما تقومش بالواجب اللي يحتاجه الجريح المشلول. نشتي مركز داخل مدينة تعز لتأهيل الجرحى الشلال. نشتي اهتمام من اللجنة الطبية بالعلاجات الذي يحتاجها جريح الشلال الذي يعني يحتاج سفر يسفروه. احنا جرحى الجيش الوطني جرحى شلال، هل منا من لهم 4 سنين على الفراش مطاريح، منهم من هم 2 سنين، ومنهم من لهم 3 سنين، ومن لهم من هم 4. خلاص الآن طفع الكيل، لا نريد أن نرقد على الفراش، نشتي أن نتعالج، إما أن يسفر ربنا للخارج، وإما أن يعملوا لنا علاج مركز علاج طبيعي داخل اليمن مع سكن للجرحى.